NBA نزلوا كيليان مبابي ال92 الحدث الجديد اليوم بنشتري ب 5 مليون كوينز، ولكن عجلة الحظ هي اللي راح تحدد باقي التشكيلة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة. وهذا هو كيليان مبابي الجديد، سعره 5 مليون كوينز. الان بنشتري رسميا وبنضمه على الخطة، ولكن قبل ما نضم مبابي للتشكيلة محتاجين نختار خطة. يلا بسم الله حنواخد اختيار الخطة وخلينا نشوف. 5-3-2-5 دفاع بنلعب اليوم، حاليا نزل مبابي على خطة بنجاح مع الخواص المجنونة اللي عطينا اياها وخاصية الباور شوت، يعني اي تسديدة من بعيد حرفيا هدف. وصار وقت انه العجلة تختار لي اللاعبين، ورح نبدأ الان من مركز الحارس. متأمل انه العجلة تجيب لي حظ اسطوري، لانه في باكج 185,000 في باكجات 125,000 للحدث اسطورية. يلا بسم الله نبدأ مع اختيار مركز الحارس. رح يكون لاعب باكج فضي، حسبي الله كانت الهيرو. اللي بيصير اني بفتح باكج فضي واللاعب اللي بيجيني رح ينزل بمركز الحارس. هات نشوف. بسم الله ان شاء الله يطلع حارس، بس على الاقل يعني فوق ماله فضي ويجي محارس مصيبه. يا رب يا كريم يا رب. حارس حارس، لا ظهير، ممكن يكون في حارس، ممكن يكون في حارس بالباكج. يا رب انه في حارس، يا رب يا رب في حارس يا رب. لا ما في حارس، يعني لازم لاعب واحد من هذول الثلاثه بمركز الحارس. هذا 177 184. يلا حلو حلو، تعال قلب الدفاع اليمين. يا رب يا كريم يطلع لي لاعب فنان، وخلينا نشوف باكج 50,000 كوينز واي مدافع بيجيني بقدر اني نزله بمركز قلب الدفاع اليمين. بسم الله فتحنا الباكج. يا رب يطلع لي بس قلب دفاع بالباكج. حلو، لا هلا حب يطلع لي حارس، حرام عليكم. مندي، اهم شيء الباكج يكون فيه قلب دفاع. اي قلب دفاع يا رب، في قلب دفاع؟ ما في ولا قلب دفاع. الو الو، ولا مدافع، شلون ما في الا ظهير يسار؟ عندنا دانيلو بيريرا بيلعب سيبي صح. حلو حلو حلو، دانيلو بيريرا بيلعب سيبي، بس المشكله انه سرعته 50. والله التشكيله للان سيئه سيئه جدا جدا، ولكن الشيء الايجابي انه من نفس النادي باريس سان جيرمان فشبك معه. الان العجله تختار لي مركز الظهير اليمين، وخلينا نشوف. يا رب تختار لي شيء كويس بقى. حلو، باكج 85,000 كوينز، هذا اسطوري من الحدث. هذا الباكج نسبه انه يطلع لك لاعب الحدث 7%، غير عن انه بيعطيك 30 لاعب، فشيء اسطوري للغايه. يا رب يا كريم يطلع لي لاعب ظهير يمين اسطوري. هيا بنا فتحنا الباكج، ما طلعنا من الحدث ولكن بيجينا انجليزي. سي بي، لا بدي ار بي ارجوك. يا الله سمولينج، ممكن يكون في سي بي قوي، ممكن يكون في سي بي قوي في ار بي قوي بالباكج. يا رب اي ظهير يمين بيجيني بقدر اني استخدمه. يا رب يا كريم. حلو، ليك في هي الظهيره، مين في كمان اظهره؟ مين في كمان اظهره يمين؟ اظهره يمين اظهره يمين، في مبابو كمان، واو هذا قوي. في عنا هي كذلك من اتلتيكو مدريد، ولا ننسى انه عنا باكج اعاره، اذا طلع لي منه ظهير يمين بقدر اني نزله بالتشكيله عادي. انا اي لاعب بقدر نزله، بس الصراحه بدي اتجه للظهير اليمين. يا رب يا كريم، ما في ولا ظهير ولا ظهير يا رجل. الصراحه انا شايف ظهيره تشيلسي هي جنسيتها قويه، افضل وحده موجوده بكل الباكج. الان بتنزل اساسيه بهي الخطه، وبنفس الوقت بتشبك لانه جنسيتها فرنسيه مع مبابي، فزودت لي تناغم مبابي. الان حان وقت قلب الدفاع الثاني، واذا حابب تضبط تشكيلتك باول لاعبين مالك الا موقع يوسف امباي، وعاملين كود خصم خرافي اس واي ار، صار بيخصم لك 6% على اي عمليه شراء بالتم عن طريق الموقع، وطبعا رابط الموقع موجود بالدسكربشن. الحظ للان مو افضل شيء، وعم بتامل انه يجينا شيء خارق للعاده. تشكيلات المتابعين، نزلت تغريده بحسابي بتويتر مشان نشوف تشكيلاتكم، ورح نرجع لها بعد دقيقه. وبهالاثناء رح نشوف مركز الظهير اليسار، وخلينا نشوف العجله. يا رب تعطيني حظ قوي، يا رب يا كريم يا رب يا كريم. سوء الانتقالات، الفكره الان اني بروح على سوء الانتقالات وبحط مركز الظهير اليسار، واول لاعب بيطلع لي بالسوق هو اللي رح اشتريه ويدخل على التشكيله. حاليا بنختار المركز ظهير يسار، وخلينا نبحث اول ظهير بيجينا هو اللي رح يدخل على الخطه. اليكس مورينو، والله حلو، من الدوري الانجليزي، وهيك اليكس مورينو بينضم على الخطه بنجاح. الان رجعنا للتشكيله وبنشوف من تشكيلاتكم. رح انزل عشوائيا ووقف على واحد من تشكيلات المتابعين، وقلب الدفاع اللي عنده هو اللي راح يدخل عندي بالتشكيله. يلا بسم الله بنختار هاد. يا رب يا كريم، خلينا نشوف تشكيلتك، مين عنده قلب دفاع؟ او ماي جود، روديجر واروخو. ولكن بما انه عم نختار قلب الدفاع اليسار، فراح اخذ اللي هو رونالد اراوخو، اخيرا مدافع اسطوري. ويلكم يا اراوخو. الان بقينا اخر قلب دفاع، واخيرا راح ندخل على خط الوسط. يا رب يجينا شيء فنان، يا رب يا كريم يا رب يا كريم. حلو، هيرو هيرو، ممتاز ممتاز، يعني اي سي بي هيرو بقدر اني ضمه الان على الخطه، ولكن شرط انه يكون لاعب بمركز السي بي قلب الدفاع. السؤال الان، مين في هيرو بقلوب الدفاع؟ لا اله الا الله، كل هدول يا ساتر، والله كلهم قوايا. ولكن الهيرو الجديد من بين هدول اللي هو فينسنت كومباني، بيودي جدا اني جربه، سرعته 80 وطاقاته اسطوريه، فضروري جدا انه نشتريه ونضمه على الخطه 100%، انه غالي جدا ولكن هيرو وبيشبك مع الكل. انا متاكد انه قوي، ولكن سعره كم؟ يا الهي 700,000 كوينز على مدافع، والله جدا غالي يا جماعه. ولكن لعيون المحتوى بنقول ويلكم بالفينسنت كومباني اللي بيدخل اساسي على هي الخطه.
الان واخيرا رح ندخل على خط الوسط ومركز السي ام اليمين. ولاحظوا انه كل الاختيارات اللي بقيانا بالعجله قويه، ان شاء الله يطلع لي لاعب قوي. بسم الله الله، باكج الحدث الجديد ال 125000، هذا الباكج بيضمن لك لاعبين كذلك من الحدث يا جماعه، باكج غالي، باكج اسطوري، وان شاء الله انه يطلع لنا لاعب حدث. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا بنا يا رب يا كريم. الماني استي، لا بدنا وسط يا شباب من فولفسبورغ. خلينا نشوف مين هذا المهاجم اصلا. حلو ووك اوت، اوه لا بلا ياهو، حرام عليكم حرام عليكم، كم بدي اياها بالمهاجمه مو الان. يا رب يا رب انه في لاعبين وسط، اي لاعب وسط بقدر اني ادخله على الخطه. حلو حلو حلو، في سي دي ام، هي بقدر اني العبها سي ام عادي بس سرعتها 60، والله هي ممتازه. يا ساتر جناح يسار، عندك نونيز، عندك هي، عندك هي تبع ارسنال، في بالاسيوس، في مليون لاعب والله. وبنفس الوقت عندنا هذا، اذا بيطلع لي لاعب وسط 100% هو اللي راح يدخل. يا رب يا كريم، حلو طلع لي ظهير يسار ومهاجم، ولكن ما اجانا خط وسط، بس هذا ممكن نلعبه وسط اذا اخذناه، لانه طاقاته للامانه بتنفع محور سريع والباصات جيده والدفاع والدربلينج، فبنقول له تعال، وشكله هو الصراحه اللي راح يدخل اساسي بهي الخطه. صراحه انا محتار بين هدول الاثنين، بس يا اخي هي سرعتها 60 بس، يعني حرفيا سرعتها سيئه بس بتعطي تناغم وبنفس الوقت بتلعب وسط، بس هذا المشكله انه طاقته شويه افضل. بس صراحه انا حابب اني امشي مع التحدي ونمشي بالمراكز، خلص سي ام لازم تضيف لاعب وسط. الان بنضيف مركز السي دي ام، واتامل انه العجله تختار لي شيء اسطوري. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يوتيوب اللي صار انه نزلت على منتدى القناه انه اختاروا لي لاعب سي دي ام لتشكيلتي، وبنرجع له بعد دقيقتين، وخلال هاي الاثناء لازم انه نختار مركز السي ام اليسار، وان شاء الله يا رب يطلع لي شيء فنان. يا رب بعد عن الباكج البرونزي. اوه ايكون 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 ايكون، يعني بقدر اضيف ايكون سي ام. الصراحه حيره بمركز السي ام مين ممكن اني استخدم، ببالي جيب تشافي الونسو او جرب ماكليلي، ولكن تشافي الونسو ما جربته من قبل. بالاضافه لهيك عندي بولسكوس قاذفه الصواريخ بالنادي، فقلت ليش لا، الصراحه كان السنه الماضيه بفيفا 23 اسطوري، فليش لا، ليش ما نجربه بفيفا 24 ويدخل على تشكيلتنا كاساسي. صار وقت انه نختار مركز المهاجم، وبعدها رح نرجع لمركز الوسط على اليوتيوب. يا رب يطلع لي لاعب فنان بمركز المهاجم، بدي باكج اسطوري. الدوامه، اوه اللي بيصير الان انه الدوامه هي اللي بتختار اللاعب، ممكن يطلع لي حارس، ممكن يطلع لي اي شيء، ولكن بكل الاحوال رح يلعب بمركز المهاجم. وخلينا نشوف اذا بيطلع لنا مهاجم حيكون شيء اسطوري. بسم الله، المركز سي اف، حلو ممتاز. خلينا نشوف اللي بعده، رير جول من الدوري الامريكي. اوه ميسي 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 ميسي، الله الله الله، والله اسطوري ثنائية هجوم عالمية ميسي ومبابي. يا ساتر، وبيلعب ميسي استي صح؟ بيلعب استي، يا عيني يا عيني. ويلكم بليو ليونيل ميسي لاعب الانتر ميامي. والان صار وقت نشوف انتو شو اخترتوا لي بمركز السي دي ام. الان بنشوف التعليقات اللي اخترتوها بشكل عشوائي، ورح نوقف عند واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نوقف عند هاد 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 هاد. اوكي كانتي، اوه نايس، وكانتي له بطاقه قويه، شكرا يا يوزر. لا فولي كان باتريك فييرا، حرام. ولكن الشيء الممتاز انه كانتي فرنسي، وبنفس الوقت بيشبك مع مبابي، وعنده بطاقه انفورم، يعني افضل من البطاقه العاديه، فضروري جدا انه نشتريها. ويلكم ينقولوا كانتي، والله سعره فوق ال 100000 ولكنه اسطوري. الان اكتملت الخطه ال 11 لاعب، بندخل نلعب مباراه، واي لاعب تقييمه تحت السبعه راح يتم حذفه بحاله خسرنا، ولكن الاعتماد الكبير على كيليان مبابي وميسي حتى ينقذوا هي الخطه، لانه حرفيا الدفاع فيه مشكله كبيره. بسم الله، هات نشوف تشكيله الخصم. اوه صلي على النبي يا رجل، المشكلة ما عندي حارس، حارسي ما في حارس، اه صح ما بنقدر نغير الخطة حتى. يوه يا عيني يا كومبني يا عيني، باينة جودة المدافع من اولها. ليونيل اعطيني باص، مبابي الاسرع، مبابي مبابي، اوه وين الباور شوت يا مبابي. واو لا ما عندي حارس ارجوك، ما عندي حارس ارجوك، ما عندي حارس. اوه والله صدق، الله عليك يا وحش، الله عليك، من دون حارس عم هيك عم نعمل. يا عيني مبابي 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 بالهربة، مبابي راح، مبابي الأسرع، أعطيني لليو، يا سلام عليك يا مبابي يا التمريرة، شد هرب اليو 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 يا حرام. كيف ضيعتها يا ميسي؟ كيف أهدرتها يا ليو؟ يا عيني يا مبابي يا عيني يا مبابي، يا عيني يا الكليان، يا عيني الكليان. فوت فيها الجول. اه لا اله الا الله، الله يخرب بيت ام الغباء. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي. حسبي الله، اذا ببلع هدف والله بستاهل على اللي عملته. جيبه جيبه يا كومباني جيبه، لا يبلعني يا شباب. او ماي جاد، والله شكله ناويها، والله شكله ناويها. لا 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 لا، والله بستاهل يا الله الفلسفه الزايده. عادي عندي عندنا مبابي، عندنا مبابي، يا عيني يا مبابي. مشكله اذا خسرت في كويكسل، اذا خسرت في كويكسل يا فلسفه. روح يا مبابي،
روح يا مبابي يا عيني على الحسحسة يا عيني يا مبابي يا عيني يا مبابي. الله يا كيليان واعطيني الاحتفاليات. يلا عليك يا مبابي. 5 مليون كوينز مو من فراغ يا رجل. كيليان كيليان السريع، مبابي المهاري، مبابي مر، مبابي مبابي مبابي. والله باور شوت معك صدى كوبري. يو 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 شال الحارس. انسحب الخصم، المشكله والنتيجه تعادل. خلص بنلعب جيم كمان، ما رح نحسب هذا الجيم وانه والله شكلي كنت حفوز بس اوكي. اوه والله تشكيله حلوه. المشكله اني عم بلعب خطه 5 مدافعين وانا ما بعرف العب فيها ابدا. يعني اراخو الله الله الانجولو كانتي. امبابي امبابي بدنا نجرب الباور شوت من مبابي. مبابي الخارق. الكليان الكليان يا ساتر. يلا يا مبابي 5 مليون كوينز، ورجيني ال 5 مليون كوينز يا مبابي. جيبه يا مارينو، حرام عليك. كومباني كومباني الله يا حارس. والله هذا مو حارس اصلا، الله عليك. والله حارسي اصلا مركز لاعب وسط وما هيك مبدع، الله عليك. يلا يا البول سكولز يا قاذفة الصواريخ الحلوة. كيليان مبابي كيليان مبابي 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 بدي اجرب الباور شوت يا الكليون. يا عيني يا بول سكولز. والله هذا كمان عليه رجل مجنونة بيقولوا بول سكولز. روح يا وحش. واو الله الله يا 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 مو من عبث جبتها على التشكيلة. نعمل لك البول الرهيب الله عليك. مشكلة ما عندي حارس يا جماعة، ما في أي شيء مضمون، ما عندنا حارس ولكن أوكي شكرا يا الخصم. ما في حارس يعني الوضع صعب جدا. يلا يا مبابي يلا يا مبابي يلا يا مبابي. الله عليك يا مبابي الله عليك يا مبابي. لا يا كومباني حرام عليك يا أخي، أعطيته انفراد. الأراوخو الأراوخو أراوخو. أوكي بلعنا، والله ما في حارس يا رجل. والله إذا خسرنا مشكلة يا رجل، حنعمل كويكسل لنص التشكيلة يمكن وفيهم مبابي. مبابي لازم يسجل مشان ما ينعمل كويكسل. مبابي وينك يا مبابي؟ مبابي اهم شيء يسجل، اهم شيء مبابي يسجل. يلا يا الكليان يلا يا الكليان. يا عيني يا مبابي يا عيني يا مبابي يا عيني يا مبابي. كمل يا مبابي، روح يا الكليان روح يا الكليان. الله عليك يا مبابي الله عليك يا مبابي يا مبابي يا مبابي يا مبابي. انصاب مبابي. والله جلدوا الكليان. اوه ماي جاد انسحب يا جماعه. فإذا استمتعت بهذا المقطع وعجبك فحط لايك واشترك، وهذا المقطع اسطوري بفكره مشابهه انا متاكد انه راح يعجبك فاضغط عليه وروح تابعه الان.